مع تزايد معدلات احتراق السيارات لأسباب مختلفة قد تكون متعلقة بمنظومة الغاز أو سوء البنزين المستخدم أو بسبب تماس كهربائي، شهدت العاصمة بغداد فجر اليوم وتحديداً طريق محمد القاسم حادثة احتراق سيارة أجرة يهب المواطنون إلى إطفاء الحريق في السيارة. ترباك لا تطق مطق شو مطق تانكي مال بنزين هسه غير تانكي مال بنزين لعد البنزين شنو التانكي مالته الفيتفام يحرق ترى هو شغله يا ما هو يعرف الحمد لله على سلامة السائق. المواطنون لم يكتفوا بإطفاء الحريق بل أطلقوا مبادرة فورية لجمع الأموال من السيارات التي تمر قرب الحادث في محاولة لتخفيف الضرر عن السائق، وفي خطوة فسرت على أنها من أشكال الغيرة التي يمتاز بها المواطن العراقي، ونجحوا فعلياً بجمع نحو 2,000,000 دينار عراقي للسائق الذي يعيل 7 من أفراد عائلته. هاي عمي، هاي السيارة شير احترقت، وهالخير هذا الخير اللي اسمه حمزه هو الامن للرجال. يا تالي حمزه هاي علاقه مليانه فلوس، طلب الله عليه. والعالم الخير ردت لمو جات تطيش كوم عالم خير نطيت. اطلع خالو، هاي السياره اللي احترقت، سياره شير احترقت، والعالم دت لمله ولمينا له. خير من الله، خير من الله لمينا له. هذاك الخير صاحبه الله يوفقه ان شاء الله في شرط تايهات. وهذا الولد حمزه البيد العلاقه هو اللمله، هذا حمزه، هذا عمي حمزه، هذا هو اللمله، هو البادر. وهاي العلاقه مليانه فلوس. هاي عمي خلف الله عليه اللي تبرع بالالف بالربع. خلينا نطلع له بس ما التصليح مال السياره، بس ما التصليح. سبع بنات عند الرجال عمي الله يوفقه ان شاء الله.